صحابي وصحباتي، اهلا بكم في يوم جديد ومغامره جديده. النهارده احنا متواجدين في قريه صغيره في محافظه بني سويف العريقه. احنا النهارده في قريه بالتحديد اسمها كفر ابو علي. هي قريه صغيره، قريه مش معروفه، ولكن تعتبر واحده من اهم القرى في العالم، مش بس في مصر، اللي بتصدر النعناع مش بس لاوروبا ولكن الى شتى دول العالم. فخلال مشينا هنا النهارده اتعرفنا على احد المزارعين وعزمنا ان احنا نخش الى الحقول بتاعته. من غير كلام كتير خلينا نبدا نستكشف هذه الاراضي الجميله وقصصها. سؤال، انت بتصحى الصبح الساعه كام؟ على حسب الشغل، 6 5 ونص، سواء 4، ما فيش هنا اقول 8 ولا 9 ولا الكلام ده. واول حاجه بتعملها طبعا بنفطر، ونفطر ونطلع على شغلنا. وفي الشغل بقى لما بتوصل هنا بتبدا العمل. ايه بقى؟ قول لي يعني ايه. سواء زي كده، سواء هتشتغل حاجه تنظفها، حشائش في الارض او اي حاجه. يعني هنا الصبح هنا كنا بننظف حشائش في الارض، طلعينها بره على الجسر المرميه. جينا بعد الظهر بعد ما صلينا الجمعه بنقاه بنير وزي كده. طب وانت على كده بقى بتعلم اولادك برضو الشغلانه دي ولا خلاص بقى انت؟ لا دلوقتي الموضوع ما بقاش زي الاول. الشباب اللي طالعه دلوقتي دي متعلمه، كلها تعليم عالي، فما فيش مجال ان هم يشتغلوا معاكم. لا لا لا، ما بيقولش خلاص، انا عندي 2. يعني بعد كام سنه ممكن بني سويف تقل في؟ لا، فيه اللي ما هو الواحد يتعلم 10 بيفشل. يعني انا ما عنديش غير ولدين، واحد منهم متعلم واحد فشل، ومتعلم تعليم عالي. يعني الشهرين اللي فاتوا اسمه كان نازل في النيابه لانه حقوق وتقدير جيد جدا ما شاء الله. يعني اللي بيفشل في التعليم بيجي بقى يشتغل، بيجي اهو، بس ده مش مجال غير كده، لا يشتغل في حاجه تانية ولا عايز يسافر بره يسافر هو. طب وانت على كده يعني اتعلمت تعليم عالي ولا؟ انا ما اتعلمتش خالص، لان كان على ايامنا كان التعليم كان صعب بالنسبه لينا، مش هقول لك كان ولا ما بس دلوقتي احسن. لا دلوقتي احسن، عشان احنا عشان كده بنحاول اللي عنده ولد بقدر الامكان ان هو يعلم. الارض اللي قدامنا دي بيتزرع فيها بقدونس، ولكن هي نفس فكره النعناع، بتبقى صفوف كده من البقدونس وحواليها ميه. المفروض بعد كام ساعه الطينه بتمتص الميه ويبدا البقدونس او النعناع انه يتزرع. وزي ما انتم شايفين المكان هنا مليان ابو قردان، لان هم بيتغذوا على الحشرات والدود اللي بيعدي في المياه بين اصفف النعناع او البقدونس. تمشي في اي مكان في بني سويف بره بني سويف تلقى كل حاجه مكتوب عليها، مشيت ابو مليح اللي هي النباتات الطبيه. لا مش مجلاك، يعني مش النعناع بس، النباتات الطبيه، ريحان، نعناع، بردقوش. كل حاجه تلاقيها طالعه من هنا. انا بحب من عندنا احنا، من هنا من المنشيه. طب انتوا فعلا بتصدروا حاجتكم بقى لاوروبا والبلاد دي؟ ايوه عندنا المصانع شغاله هنا في البلد، وبتطلع البضاعه من هنا على الاستيراد على طول. يعني من عندك بتروح على المصنع، المصنع بينشفها ويحطها في يجففها ويتكفيف وتطلع على التصدير على طول، بيجهزها تجهيز، وتروح طالعه بقى على بلاد اوروبيه. اي على البلاد الاوروبيه. وبيستخدموها في ادويه بقى ولا عطور ولا؟ ادويه وعطور وكل حاجه. ده بابوني، وعلى شمالنا برسيم. اه شفت البابوني؟ اه اللي بيتعمل في اكياس صغيره كده وتحط زي الشاي الفتله. ايوه هو ده. هو ده؟ اه هو ده. هو ده نبات البابوني. ايوه اللي هو بيتجمع بيتحط في اكياس ويتباع بقى، يستخدم مثلا في مشروبات زي الشاي، يعني بيتغلي لوحده وبيتشرب زي الشاي كده، بيبقى طعمه طبعا حاجة روعة. يعني دي شغلانة مربحة أكيد. أيوة. طب سؤال، إيه أكتر البلاد اللي بتاخد منكم النعناع؟ نعم، فيه أوروبا، البلاد الأوروبية كلها، كل المصانع هنا شغالة على النت، بيبيعوا أونلاين، بيبيعوا ويشتري على النت، لا بتشوفني ولا بشوفك، على النت. عايز كذا تبعت له البضاعة على الفيس وهو بيشوفها، خلاص لازم البضاعة كده تروح له، هو بيجيب الكناتر والفلوس بتيجي على البنوك، لا بتشوفه ولا بيشوفك بتاع بره. ده جديد الموضوع ده؟ لا مش جديد، ده شغال هنا له سنين، كله هنا شغال على النت، ما فيش أي حاجة
أريد واحد يبيع لي واحد ولا كل شغال. عم يحيى انت بتقول انك تاجر في موضوع النعناع ده والنباتات الطبيه، ايه بقى بتعمل ايه؟ احنا بناخد المنتجات من هنا وبنبيعها في شركات تصدير في مصر والقاهره والاسكندريه ومن المحافظات يعني. فانت ليك مصنع هنا بتاخد الحاجه؟ احنا هنا منش. بناخد الحاجه ديت وبنوديها لشركات التصدير. امال امتى بتنشف الزرع؟ بنشفها في المنش. يعني بناخد المنتج ده بننشف وبنوديه بقى للناشف جافف متجفف لشركات التصدير هم يصدروه. في القاهرة بقى الشركات دي؟ في القاهرة وفي اكتوبر وفي كل حتة، في مصر وفي الفيوم وفي كل حتة وفي البناسيب وفي المنطقة الصناعية. وبتصدروا بقى لبلاد ايه؟ بيروح بقى اتحاد اوروبا، بيروح امريكا، وبيروح شرق اسيا، وبيروح دول جنوب افريقيا، كل الدول بيروح زي ما الحال العام. سريلانكا اكتر دولة بيروح عشان هي مشهورة بالاعشاب. لو انت الاول كانت اكتر دولة تركيا هي اللي كانت شايلة زرع كلها تركيا. دلوقتي الاتحاد الاوروبي في المكبه في ازمه بسبب اوكرانيا والاتحاد الصوفي وروسيا ليه هو الموضوع مأثر عليكم جد؟ عشان ايه؟ ليه بقى؟ ما هي المنتجات دي كانت بتروح روسيا وتروح اوكرانيا برضك، الدول دي من المستهلكين في الريحان والحاجات دي. ركز مع الارض. الحاجات دي كانت بتقص. والملاحه على مستوى العالم بتتقص والشحن بيتقص. بتعمل ايه كده بقى؟ بتغسل النعناع عشان تشرب بنفسي. ده نعناع بشاي مش شاي بنعناع. لا نعناع بس عايز نحط لك عليه شاي لسه فيها. احنا هنشرب نعناع بس؟ ايه اللي يريح. لا لا خلينا نعناع بس نجربه كده لوحده. اول مره اجرب نعناع بس. ايه بقى؟ ده بيغلي نعم بتاع القهوه بيحط لك العرق في الكوبايه وخلاص. حط لك الشاي. فانت هتغلي دلوقتي النعناع ونشرب؟ لا فعلا بقى هنجرب. ما انا بقول لك ده يبقى حلو عم بتاع القهوه تقيل. اول مره الصراحه اجرب مشروب نعناع بس. احنا بنشربه كده من غير شاي. من غير شاي ماشي، نحط عليه شاي ماشي كده زي كده. نعم بتاع القهوه ده ما يلزمناش. بصوا هنا طريقه عمل مشروب النعناع ده، مفيد بقى في حاجه؟ مفيد لكل حاجه جميع المغص. ندوق دلوقتي النعناع الصافي النظيف اللي هو عم نادي بيقول لي ان لو شربت كوبايه زي دي في القاهره ممكن تكلفني حوالي 100 جنيه. خلينا ندوق. فعلا ممكن لو دخلت ستاربكس واديتوني كوبايه زي دي وقلتوا لي ان هي تكلف 100 جنيه عادي هصدق بكل سهوله، لان الصراحه طعمها زي ما تقولوا كده نعناع بيور. فبكده تكون جولتنا هنا في منشيت ابو مليح انتهت. كالعادة استنونا بعد كام يوم في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then take care and safe travels.